أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة رابعة. تقويم داره التلاميذ في القسم حبيت نفيدكم به، دارته الأستاذة للتلاميذ. لاحظ معي التمرين الأول اكزارسيس نيميرو 1، كلاس لي نوم سويفون دون لو تابو، صنف الأسماء التالية في الجدول. عندي مجيد، لو كارتي، أميرة، ما كوزين، لو ستاد، ألجيري. قالت لهم صنفوهم مع نوم بروبر نوم كومان. نوم بروبر هو اسم انسان او اسم بلد ويبدا بماجيسكول بحرف كبير. نوم كوما هو اسم شيء او اسم حيوان ولا يبدا بحرف كبير، يبدا بارتيكل. التمرين الثاني كونجوغي لو فيرب اتر او بريزون دو لانديكاتيف، راح تصرفوا هذا اللي بين قوسين مع الضمائر في الفيرب في الاتر بريزون دو لانديكاتيف، هذه مكان النقاط، كل ضمير راح نصرفوه مع. والتمرين الثالث كومبليت اكمل بي باغ، هذه نسموها أداة الربط، وهذه تاع الفيرب اتر، هذه نصرفوا بها الفيرب اتر. ماسيني سانيقات جونتي، مون بابا اشيت لي بوجي دي بونبون. ايه اكزرسيس نيميرو 4 وضعية ادماجية، راح تديروا هذه الفراغات مثلا هنا كومبليت باغ اكمل بي لا بورت لي فونيتر لو توا لا فاساد، راح نديروهم في المكان المناسب. راح نبداو بالحل، اكتبوا لهم هذا التمرين، ديروا بوز واكتبوا لهم ومن بعد نحلوا. لاحظ معي نبدا بالحل. كلاس لي نوم سويفون دو لو تابلو، عندي مجيد. مجيد هل هي نوم بروبر ام نوم كومون؟ هي نوم بروبر، لماذا؟ هي اسم انسان وابتدات بماجيسكول حرف كبير، راح نكتبوها هنا مجيد. اذا مجيد مع نوم بروبر. لو كارتي حي، ابتدا بمحدد لو، ما فيهش ماجيسكول، نوم كوم. مكان لو كارتي، عندي أميرة ابتدأت ماجيسكول وهي اسم إنسان، راح نديروها مع نوم بروبر أميرة. عندي ما كوزين هي نوم كومان، فيها ديتيرمينو، فيها أرتيكل ما كوزين. عندي لوستاد، ها ابتدأ بهذا محدد، راح نديروه في النوم كومان لوستاد. عندي ألجيري، ابتدأ بماجيسكول واسم مكان، إذا نوم بروبر ألجيري. التمرين الثاني راح تصرفوا الفيرب اتر ال، وش طيح مع ال؟ تذكروا جيدا وش طيح معها، ال اي او اس تي، هكذا تخيبا. نو وش طيح مع نو؟ صام، نو صام، نحن في القسم، نو صام. ES. Vous êtes des élèves de quatrième année primaire. هنايا التمرين الثالث أكمل بي، هذه أداة الربط. ماسي نيسا هو سوجي فاعل، راح نديرو هذه. إي جونتي هو عاقل، نديرو الفيغ تاع الفيغب إتر. مون بابا أشيت لي بوجي إي و، هذه بالعربية معناها و، أداة ربط هذه نستعملوها نربطو بين شيئين او اسمين او هكذا. التمرين الرابع راح تكتبوا لي اسماء هذو، هذا واش نسموه؟ لو توا، سقف، راح نديرو لو توا هنايا. هذه اسمها لا فاساد، راح نكتبوا الواجهه لا فاساد. هذا واش نسموه؟ لا بورت، لا بورت. وهذا لي فونيتر، نوافذ، لي فونيتر. كان هذا تقويم في الفرنسية داروه تلاميذ سنة رابعة، راجعوه جيدا بالتوفيق.